أصلي عثماني من خليط قومي شركسي كرجي تركي وعربي. ولدت في الشام عام 1944 على مرمى حجر من مقام شيخنا الأكبر محي الدين بن عربي، معطرا بروحانيته مباركا بكوسموبوليته. وقد عهدت نفسي مذ صرت مخرجا أن أنذر له ذبيحتين على روحه الطاهرة كلما رزقت فيلما. واليوم في رصيدي نحو 20 فيلما حققتهم على مدى 35 عاما في ممارسة مهنة السينما. طفولتي فيما بعد أمضيتها في حي الشعلان على بعد خطوات من المقر التاريخي لحزب البعث الذي صار اليوم دكانا لبيع الألبسة الجاهزة. وفي بيت عربي متواضع كان أضخم ما فيه نوافذه العريضة المطلة على الشارع العام الصاخب بالحركة والناس. من خلال تلك النوافذ التي كان أخي الكبير يصلبني وراءها ليشغلني عن المطالبة بأمي الغائبة في الوظيفة، تربيت على الفضول وعلى حب الملاحظة وعلى تشريح الناس والأشياء ورصد تفاصيل الحياة اليومية للحارة والجيران، وعلى وجه الخصوص صاحب صيدلية الانقلاب الذي صرعه استقرار البلاد بعد قيام الحركة التصحيحية. طفولة مسترخية بامتياز أتيح لها الانشغال بالآخرين ومراقبتهم والتفرغ لقصصهم، ما يدحض القول المأثور السخيف: من راقب الناس ما تهمل. أما والدي رجل الأمن النزيه الذي قضى نحبه شابا على طريق دوما عام 1950 وهو يطارد المهرب الأعور الشهير لورانس الشعلان، فقد أبى رحمه الله إلا أن يورثني صفارة الخدمة وشيئا آخر أعتز به اليوم أكثر، ألا وهو احتقار السلطة وأهلها من الساسة والعسكر من محترفي مهنة الأمر والنهي والتصرف بأحوال البلاد والعباد.